طبعا على فكره انا تحديت ناس من قبل ما في احد جاب ثلاث نجمات. بتجيب نجمتين وتتعاقب، بتجيب نجمه بتتعاقب. حلو يا عبد الله؟ حلو. يا سلام يا عبد الله. عبد الله سولف لي عنك اكثر يا عبد الله، اللعبه هذه اول مره تلعبها؟ اكيد. حلو عبد الله، عبد الله وين خانتك بالفصل؟ وش تسوي؟ ايش هواياتك؟ موهبتك؟ وش وضعك يا عبد الله؟ تلعب كوره، تسبح، وش تسوي؟ تمثيل، احب التمثيل. تحب التمثيل؟ ايه. حلو، ممثل يعني بعد شوي اقلب لكم. نبي زي كذا، نبي تقلب على عبد العزيز. طبعا عبد العزيز منشد، بعد شوي بناخذ منه مشاركه اكيد ونستمتع بصوته الجميل. عبد الله اللعبه هذه اول مره تلعبها، فيها تعاون. ابى اسالك، المطبخ تدخله بالبيت ولا لا؟ ايه ادخله. تدخل مطبخ بالبيت؟ ايه. وش تسوي؟ لا تقول لي اكل. لا ما عليك. تساعد الوالده؟ اساعدها. ما ادري، احس انه كذا بيتهم في شغاله وذا جالس بغرفته. اتمنى في شغاله، وينها هذه؟ وينها؟ طيب طيب. وانت يا عبد الله او عبد العزيز، عبد العزيز شلون علاقتك بالمطبخ؟ مره موهوب. موهوب؟ موهوب موهوب، هذا يطبخ يعني على طول. طيب هذا المطبخ، علاقتك اذا احنا بنقول اكل، علاقتك اكيد مدرسه ومقصف، علاقتك بالمقصف اكيد علاقه حميمه. ايه واضح انه الاكل اهم شيء. اي اهم شيء الاكل، ما شاء الله تبارك الله. طيب بتفوزون ولا بفوز انا؟ ترى باقي دقيقه او قدامكم سرح الان دقيقه و50 ثانيه. قد قد انت هاتني هذا. يلا تعاونوا، في صحن هنا، تعاونوا وحنا بنشوف. في دفيده، في ما يدينا حطه. باقي باقي واحده هنا، باقي خسه ما ادري. يلا يقول لك باقي خسه بسرعه خلصنا. بطيك بطيك هذا، بغسل صحون. تقطعون اليقطين؟ ها ما ادري ايش هذا. لا يقطين هذا، انا اقول لك. طيب يلا قطع قطع. يلا قطع اللي هنا اللي هنا، خلاص انت اتركها وروح قطع. يعني انا اشوف الشباب جالسين يهايطون واتوقع انهم بيجربون القرفه. اتوقع والله اللي قاعد يتكلم بيجربها. اللي قاعد يتكلم هو هذا، انت اللي قاعد تتكلم. المقدم بالمنال صح. مشكلة يا احمد، ثلاث نجمات نخليها نجمتين. طيب انا اقول نجمتين. ليت والله. على ما هي، الزم السكريبت ولا يكثر. جيب جيب احطها هنا. سم ابشر ابشر. سم سم سم، بس لا تجيبون تركي، لا تجيبون تركي مرة ثانية. انا بقطع. طيب طيب انت قطع. وعبد العزيز بتكلم الان عن موهبتك. ما شاء الله منشد، متى بديت الانشاد؟ من اكتشف الموهبة الجميلة هذه؟ اكتشفها السعادة يوم كنت في سادس ابتدائي. ما شاء الله. جاء قال لي سمعنا صوتك، كان عندنا التخرج حق سادس اللي هو تخرجي. يا سلام. فقال لي ابيك انت اللي تصير مقدم. حلو. انت اللي تنشد يعني. قلت طيب. طقيت صدرك. ايه. قلت انا ابنشد. هايط. فقلت ما عليك. فدربت شهرين. واثق من نفسه خايف. دربت شهرين، سمع استاذ صوتي فقال ما شاء الله حلو. فقال حلو، قال كمل ذا وحط اليد، انت تشرب نشوف 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 نشوف. دقيقة دقيقة دقيقة، لا تقطعون سالفة الرجال، اسلم اسلم. لا لا، الاستاذ جابوا ثلاث نجمات، احمد افزع للمقدم. يلا سم الله. وش اللي تعاقب؟ سم. تفضل، الملعقة جاهزة. خلاص خلاص خلاص. طيب خلاص خلاص خلاص، وجربني خلاص. سم سم. كمل كمل السالفة كمل. فقال انا كان في مسابقة في الشرقية. غبار. فقال ابي، قال ابي اوديك الشرقية مع كم من واحد، وبك انت تنشد. حلو. فقلت ما اتوقع ان الوالد بيوافق. بالعافيه. حلو، قول قول قول. فلين ما المدرسه اقنعه ووافق ابوي. حلو. فرحت ولما جبت المركز الاول على السعوديه، على الرياض كانوا في جده وفي مكه وكذا، فزت عليهم المركز الاول. بس بعدين صرت انشد. صرت الدربه. لغة جديدة. حلوة حلوة صح؟ أصلا عادي. يلا حلو صح؟ إيه أصلا عادي، أصلا عادي.
تنصحنا فيها؟ دقيقة، إيه بنصحكم فيها بس بعد شوي. أبغى أدخلنا كذا في المكان. لا ما في. في العقوبة مكتوب شو؟ سم أبشر. سم أبشر أبشر. تاكل زيادة؟ إي بسم الله، إيش دعوة؟ العافية. عشان بس مكتوب ترى في ذا، ولا لو مكتوب ما أكله. طيب حنا يعني ناكل نفسك؟ أنت كبير يعني. حنا صغار. كل واحد بياكل ملعقتين. لا. العافية. شرب مويه خلص مويه بالعافية بالعافية نعمة الله نعمة الله علي قيس اللي تتحدانا من حقه يضحك من حقه يضحك ليه لان ما شاء الله دمع ايه لا ما دمعت اذا كليته ينكبك اقسم بالله يحوسك حوس ما تعرف تتكلم بعدين عرفت انا ما ابغى اعطي ذا شوي عشان لا اشرق ولا اجيب العيد